دونك هنا غادي ندير تتيمات وفيديو. هنا الهدوم تاع السيتات بيجامات، هذا محل ديال جلابه مغربيه. اليوم الحد، يوم الاثنين السوق عامر عشان العيد قرب. هنا جلابه مغربيه، هذا الخياط اللي كيخيط تبارك الله بايدو، هذا كله شغل ايد. في موديلات اشكال والوان، هادو كنقولوا عليهم عين عقده، لو ادي عين عقده. في بالشواروفسكي، في كمان بالتطريز، دا طرز ايد، دا طرز ايد كمان، دا تركي بيسميه تركي. كل الحاجات دي معموله بالايد. في هنا مكتبه دي من زمان، بعرف صاحبها كمان. في هنا جلابه مغربيه اشكال والوان، كل تو بيختلف، وكل شغل بيختلف عن الثاني. دونك هذه الجلابه المغربيه. نو محلات ديال خياطه ديال جلابه مغربيه او تكشيطه مغربيه. هنا المحلات تاع الفولارات اللي كتقولوا لهم الطرحه، اشكال وانواع، بوليستير، اوتن، كذا طالعين دول توندونس موضه من غير ولا حاجه. دونك هنا الانواع ديال الفولارات، هنا كمان الانواع ديال الفولارات. هنا البلغه المغربيه، هنا البلغات اللي كتقولوا لهم الشبشب، حنا كنقولوا لهم البلغه، بتاع البنوتات، بتاع الاولاد، بتاع الكبار، بيبيع الطرحه في نفس الوقت. السلام عليكم. دي البلغه المغربيه من الطرازه. عندك هادو فيهم لي طاي، ماشي لي طاي، لي بوانتيغ صغار 35، ما كاينش 35، 36. هادي شناهي؟ هادي سبعة، مكتوبة عليها سبعة. عايزة اشتري شبشب الماما من الطراز بتاع العيد، قالك آخر مقاس 37، ما في 36 ولا 35. دونك هنا بتاع الرجال، هنا شبشب رجالي، هدا أصفر، هدا بتاع الستات. اشكال والوان. دونك ما عندكش في ستوك شي 35 36؟ لا، ولا خديتها ليها 35 37 ديتها للخراز يدير لها القالب، كتصغار. هنا هي، انا عجبتني هذيك اللي مطرزه، هادو كاين هاد الشكال بالاستخاص. دونك هادو رجالي والباقي ستات. في العادية بس دا جلد مصنوع باليد، دا جلد، وحتى في الختم بتاعو، الختم بتاعو. وفي اللي مطرز اشكال والوان، في الكولور دي كمان زوينة. في البلون كاسي، وفي دا الشكل دا طالع كمان جديد، في اللي هي باس يعني كتير واطية، وفي كده زي التالون بس دا بالصم، حاجة اسمها الصم زي الخد الحرير. وفي هنا الطرحات، في هنا المحل ديال الجلابات، جلابة مغربية اشكال والوان. التيسو بيختلف، في الكريب، في الحرير، في البروكار، في الليكرا، في الانواع، في الانواع، مش يعني دا ما بيشبهش دا، ودا تطريز يدوي. والالوان انت اللي بتختاري اللون اللي عايزه صاحب الخياط يعملها لك. ودي التكشيطه المغربيه للفوق، دي التكشيطه المغربيه. السلام عليكم. مبارك على واشر، بالصحة والسلامة. دونك هادي تكشيطة مغربية، شنو هما التواب ديال الجلال بلي يلاه خرجوا جداد؟
كريب هو دابا اللي خدام. الكريب وفيه لي موتيف منه؟ لا السامبل. اه السامبل هو هذا. هو هذا كامل اللي مخدم. وهذا الشكيل شنو هو هذا كريب؟ هذا مليفه. مليفه نشوفها الله يرضي عليك ياك ماشي ثقيله. لا خفيفه. لا خفيفه على الوالده. دونك حشوف التيسيو تاع الجلابه دقفتان دو تكشيطه. لا ماشي هذا. هذا اللي يعجبني. ها هو هذا 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 فيه الموتيف. لا فيه ديك الزواق. نشوف هذاك الاحمر. دونك هذه التكشيطه المغربيه الغنيه على التعريف. وهذا اسمه المجدول كنقولوا عليه المجدول. وفي بتاع الذهب خصيصي عند المحلات بتاع الذهب ده. يعني لما بتيجي تتجوز البنت لازم جوزها حسب الاستطاعه بس ده داخل في الثقافه او التقاليد المغربيه يجيب لها الصمته ديال الذهب المضمه ديال الذهب. وده اسمه المجدول معمول من الحرير. فين يا سيدي؟ هذا هو الجديده. انا عجبتني هذه وي وي وبارده ماشي ما بقاش كنقد على دونك شنو سميت هذا؟ هذا مليفه محفره. هذه مليفه محفره زواقه منها وي. شنو هما الالوانات اللي فيها؟ فيها هذا الغوج بغيك. هذا سي غوج بغيك هذا وفيها الكحل وي وفيها بس عجبني انا هذا الاحمر صالح تقال وي. واش هكا دير هذه؟ هذه كدير 300 درهم. وشي ثمن المعقول ديال زعما الكليان؟ انا كنت جيت عندك في لونتون باطي الحشوي. باطي الحال من 2015. بارك الله. وي من 2015. واخا كنت خديت عندك. لا قلت حيت انا بنت اكادير عايشه برا. وكنت خديت عندك جلابه ليا وجلابه لواحد البنيته صغيره ديالتي. انا ما عرفتش. لا لا ما غاديش تعقل. شحال تخلي لي هذا؟ صافي الثمن زوين. وي الثمن مزيان. 270 درهم. لا 250 وصافي. صافي وحتى انا حيدت لك 20 درهم. دونك هاخذ ده هعمل منه جلابه مغربيه. دونك باش الناس تعرف ان احنا بناخذ التيسيو وبنوديه للخياط بتاعنا وبختار الموديل اللي انا عايزاه وكل الخياطه بتكون ايد. دونك غناخذ هذا الثوب اسمها مليفه محفره وفيها اشكال منها وعجبني بارد خيط بارد. اسمها المليفه وراه المليفه معروفه عالميا حاجه دو كاليتي. دونك هاخد دا هتخلي لي هذا ناخذو دابا ان شاء الله. وهذا هو المحل ديال تكاشت. تكاشت بيكون فيها تأمين والقفطان لا بيكون بياسه وحده بس. هذا قفطان بياسه وحده. هذه جلابه هذه جلابه هذه كمان جلابه. وكل الحاجات اللي انتم بتشوفيها او بتشوفوها معموله بالايد. ما فيش حاجه بالمكنه. في خياطه بالمكنه بس في محلات ما بتعملش المكنه. المكنه حتى هي زوينه بس ما فيش احسن من حاجه معموله بالايد. ودي لما بتيجي تشتري الثوب ديال التكشيطه بيكون في هاد اللعيبه هكذا عامله زي الشنطه. دول لما بنكون عايزين مثلا في خطوبه عايزين ناس عايزه تروح تخطب بنت بيوديو لها التيسيو بتاع التكشيطه او بتاع الجلابه في الحاجات دي بريستيج وكلاس. دونك انا خديت هذا الثوب ديال الجلابه غادي نخيطو ومني بغي نمشي عند الخياط ديالي راه غادي نوري لكم. وشنو هذه يا سي الحاج؟ هذه كان الله جوهره جديده. هذيك جديده الجوهره يلاه خرجت. شنو هما الموديلات ديالها؟ هذه حاجه اسمها جوهره ممكن نعمل منها أفطان وممكن نعمل منها تكشيطه. هذا الموديل هذا اللي فيه مع جوج موديلات هذا فيه الباندا. هذا ما فيهش الباندا ياك؟ هذا اسمه جوهره. نعمل فيه جوهره من التواب الاصيليين المعروفين من زمان اللي كان هو لون واحد بس دلوقتي طلعوه هكذا فيه لي موتيف او فيه كذا لون. وهذا الخضيدر حتى هو جوهره. حتى هذا جوهره. شحال كيدير هذا؟ هذا كيدير 600 درهم. وكاين ذاك الاخر مادام راه حتى هو جوهره. هذا 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 جوهره. وهذا حتى هو جوهره بيتعمل فيه افطان. كل اللي انا بكلمكم عليه تيسيو كاليتي حاجه كلاس حاجه يعني مش بوليستير ولا اي حاجه وخلاص. لا توابات معروفه حتى معروفه عالميا. الناس دلوقتي بيجوا للمغرب وياخذوا الحاجات دي هنود اوروبيين سويسريين بلجيكيين. القفطان المغربي او التكشيطه المغربيه راه كتبقى شي حاجه عالميه ومكلفه عشان في ناس ممكن تعمل تسمع تقول لك جلابه مغربيه. لا هي مش جلابه مغربيه وخلاص. يعني اقل جلابه
تطلع لك ب 1500 درهم مغربيه اللي هي تقريبا 2000 جنيه 2500 جنيه اقل جلابه اقل جلابه. دونك قلتي لي هذا ب 600 ياك؟ نشوف هالبلونكاسي هكذا ده نوع من انواع كمان توب ده اسمه جوهره كل الاشكال دي جوهره بس ده جوهره لون واحد. وفي الناس لما الطقوس ديالنا لما الناس بتروح للحج الحجه لما تيجي ترجع على بيتها بتلبس حاجه جديده يعني يا تلبس قفطان بجوهره او تكشيطه بس اغلبيه كيلبسوا قفطان جوهره. وهذا شحال كيدير؟ هذا كيدير 500 هذا 500 درهم وهذا وي وهذا 600 هذا الموديل هذا هذا الموديل عندي هذا وهذا وهذا ما فيش ما فيش هذا البندق هذا فيه هذا من هذا وهذا وهذاك القصه هذا الزريرق زويون واعر هذاك المزوين وخير هذا دير فيه تكشيطه جلابه الحضور دير فيه واخا. وهذا اش من لون عندك؟ غادي ناخذ ليهم هاخذ لماما وحبيبتي كمان اشنو اللي عندك؟ كاين لا البلون كاسي ما بقاوش بغاو دغيا لا نشوف هذاك الزريق نشوف ذاك الزريرق والموف هذا والموف راه مزيان مختلفين كاع في الزيت وهذه المليفه قلتي لي جديده كريب لا كريب هذا كريب هذا كريب دي سوا هو زوين هو مقيد عندي باش يبان لك هو وهذا وهذا شحال كيدير؟ هذا كيدير 300 درهم ولكن لا كاليتي لا كاليتي فيه لون زوين هذا كيدير لون مزيان طيح في نفسك عندك الموف وشنو تما بلون كاسي الموف وهذا هذا عاوتاني ولكن ما بيتش لا ماشي مشكل ماشي مشكل وعليكم السلام اهلا بخير لاباس شي بخير لاباس عليك شي بخير لاباس لاباس حميد هذا زوين هو هذا ديالي لا هذا هذا مغاير هذا مغاير هذا في اللون هذا شويه شتي كيدير اللون ديالو هذا مغمق شويه هذا خفيف هذا خفيف هذا وجدار هو هذا دونك هنا غادي نقطع معكم لا فيديو باش نشوف مع السيد كنتمنى لكم الصحه والهنا وكنتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو وخديتو ولا من نظره صغيره على يعني اللباس المغربي الثقافه المغربيه او السوق المغربي دونك هذا كنعاود نقول هذا سميتو سوق الحد من اكبر الاسواق في شمال افريقيا كنتمنى لكم صباحكم مبروك ما تنسونيش بلي لايك ما تنسونيش بلي كومونتير زوينين ديالكم الكلام الحلو ديالكم والله العظيم كيدخل لي واحد الفرحه وكيخليني موتيفي نعطي ونعاود نعطي كنتمنى لكم الصحه والهنا كنتمنى لكم السعاده كنتمنى لكم كل من حاجه هي زوينه ربي يعطيها لكم القلب القلب وكنعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والهنا والى اللقاء في فيديو ثاني ان شاء الله مع السلامه.